دورينا يعود، وما أجملها من عودة. ترقبناه وما أصعب الترقب، انتظرناه وما أطول الانتظار. تأخر كثيرا وإن أتى في موعده، هكذا نشعر عندما نشتاق. الاشتياق كلمة تصف الحال عندما يتوقف دورينا. يشتاق اللاعبون إلى التنافس، تشتاق الكرة إلى الأقدام، تشتاق الشباك إلى الكرة، ويشتاق العشب إلى الركض، ونشتاق جميعا إلى كل ذلك وأكثر. ولكن هناك من يشتاق إليكم أنتم، أنتم الشوق إلى الجماهير قد بلغ أقصاه. المدرجات تشتاق، اللاعب يشتاق، المسؤول يشتاق، المشاهد نفسه يشتاق. أنتم الأصل، الكرة تلعب من أجلكم. كيف ما تحضرون؟ يعود دورينا وتسعدنا عودته، لكن نريدها عودة تامة غير منقوصة. نبى الصورة كاملة لكي تكتمل المتعة، ولن تكتمل الصورة إلا بكم، بحضوركم في المدرجات، بالأهازيج والهتافات والآهات، بالصوت والصورة بكم تكتمل روعة المشهد. وعندها نستطيع أن نقول قد عاد دورينا حقا. عزيزي المشجع، المدرجات تناديك، أما آن الأوان لتلبي النداء. لماذا عليك أن تكون حاضرا؟ أسباب وايد وفوايد لا تعد ولا تحصى. فكر في الموضوع، أو خلنا نفكر مع بعض في الموضوع. كيف بتكون الصورة بحضورك وكيف هي بغيابك؟ قارن بين الصورتين ثم أحكم أيهما جدير بكرة القدم. انظر حولك، كيف تشعر عندما ترى مدرجات ممتلئة في دوريات عربية؟ شو هو شعورك وانت تشوف مباريات في أوروبا وأمريكا الجنوبية؟ ما يراودك شعور بالغيرة؟ ما تحب ان ترى تلك اللوحة وأجمل منها في دورينا وفي ملاعبنا؟ الأمر ترى بيدك، ما بيد غيرك. أنت أيها المشجع، أنت الفنان وتعرف العنوان. فلنرسم لوحة بأجمل الألوان. فكر في الموضوع من الناحية الترويجية، من الأسهل أن يروج لبطولة ممتلئة المدرجات؟ حضورك ترويج، ليس كمثله ترويج. فمن يرى حضورك في المدرجات تلقائيا سيحب أن يرى دورينا. فوائد حضورك لا تنتهي، يستفيد ناديك اللي تحبه، تذاكر تنباع، الدخل يزداد، اللاعبون يتحمسون زيادة، الأداء يتطور، المعنويات ترتفع، ونتائج تتحسن. نعم، أنت تستطيع أن تفعل ذلك وأكثر، فأنت اللاعب رقم واحد. حضورك مفيد لنا في الإعلام، بوجودك نستمتع أكثر بعملنا، تضيف إلينا قيمة لا يمنحها سواك، تثرينا بحضورك، فنستلهم منك ونقدم لك المحتوى في أجمل صورة لأنك في الصورة. وإذا تحدثنا عن المشاهد عبر الشاشات فلن تجده أقل حباً للمدرجات الممتلئة، ولن يكتمل استمتاعه إلا بحضورك. ولو اجتمع في الملعب أكبر النجوم سيشعر هذا المشاهد أن الصورة ناقصة، فإن أكبر النجوم لا يعوضون ألمع النجوم. وأنت أيها المشجع، أنت النجم الألمع، أنت روح المشاهدة.